ولا لانسفيسونس كاردياك ولا قصور القلب، هو ملي القلب ما تيوازيش المتطلبات ديال الجسم. اشنو هو ضعف القلب؟ القلب تيضعف، يعني ما كتبقاش عنده القوة باش يصيفط الدم للعروق، وبالتالي ما كيبقاش يتجاوب مع المتطلبات ديال الجسم. كل دقيقة القلب تيصيفط 5 لترات في الدقيقة. هاد 5 لترات في الدقيقة كتجاوب كذلك مع المجهود اللي كنطلبوا من القلب. مثلا إلى كنا غنطلعوا في الدروج ولا غنتمشاو ولا غنجريو، هاد الكمية تتزاد تتوصل حتى 20 حتى 30 لتر في الدقيقة. القلب اللي علاش تضعف؟ تضعف لأنه يا إما عندنا التونسيون بزاف، يا إما عندنا السكر ما بقاش مزيان، يا إما العروق ديال القلب ضعاف ما تيدوزوش الدم مخنوقين، يا إما الصمامات مرض، يا إما هناك تشوهات خلقية بالنسبة للأطفال، كذلك بالنسبة بعد الأمراض المعدية ليزانفيكسيون، هادو كلهم تيقدروا يؤديو لضعف القلب. يعني القلب ما تيبقاش عنده ديك القوة، وبالتالي تتنفخ القلب، وعوض ما تيكون نورمالمون القلب ديالنا راه بحال الكرة ديال الركبي اوفال، ملي تيمرض تيولي بحال البالون، بحال كتنفخ في البالون كيبدا يتنفخ، وملي كيتنفخ بزاف القلب ما تيبقاش يساير المتطلبات ديال الجسم. هاد ضعف القلب ما تيهمش غير الناس المسنين، كذلك تيهم الناس الشبان والاطفال والنساء. وكنلاحظوا كاين بعض الحالات ديال ضعف القلب بالنسبه للنساء اللي هما في الحمل، مثلا اما كيجيهم ضعف القلب في اثناء الحمل او من بعد الحمل. كيفاش كان نشخصوا بان الانسان عنده ضعف القلب؟ بعض العلامات اللي تكون عنده. اول علامه اللي مهمه هي الواحد كتجيه ما تيقدرش يتمشى، كتجيه النهجه، يعني مشكل في التنفس، يوقع عليه مشكل في التنفس، ما تيبقاش يقدر يتنفس مزيان، خصوصا ملي كيدير مجهود واللي كيبدا يتنفس بصعوبه. يعني هناك بحال كتجي النهجه، ما تيبدا ينهج في الطريق، ما تيقدرش يطلع النفس وتنقص من الاكسجين. وهاد النهجه كتكون غاديه بطريقه تدريجيه، في الاول الانسان ما كتكونش عنده النهجه، واحد شويه ملي كيدير مجهود كبير كتبدا تجي النهجه، واحد شويه ملي كيبدا كيدير مجهود قليل، حتى كيوصل لحاله باش في اي موفمون اي حركه كتجي هاد النهجه، وتقدر تجي النهجه واخا هو ناعس في الدار ولا في السرير ولا مريح. ملي كتبدا تجي النهجه هذاك الوقت خص الانسان يمشي عند الطبيب. كذلك السخفه، كيبدا الانسان كتجي السخفه ملي كيكون تيدير شي مجهود، كذلك حرق في الصدر، دقة القلب ما تيبقاوش متوازنين، تيجي بحركات غيبوبة. هاد العلامات كلها المهم فيها هو كتخلي الإنسان يمشي عند الطبيب. ونأكد بأنه العلامة المهمة ديال ضعف القلب أو قصور في القلب أو الانسفيسونس كاردياك هي النهجة، هي لا ديسبني، هي لا ديفيكولتي ريسبيراتوار، هي صعوبة في التنفس. ملي كيجي المريض عند الطبيب باش نشخصوا هاد ضعف القلب، تنديروا واحد الفحص سريري، تناخذوا الطونسيون، تنسمطوا القلب، تلقوا بين القلب سريع، بين القلب تيخدم بسرعه، بين القلب ولا ضعيف، تناخذوا تنسمطوا الرئتين، واش الرئتين ما عامرينش بالماء، واش يسون اللي كاين انونداسيون او نيفو دي بومون سميتو. اي بي كنديروا التخطيط ديال القلب باش كنشوف واش ما كاينش هناك خلل في كهرباء القلب اولا انتفاخ في القلب. وكنديروا ليكوغرافي كاردياك، وهاد ليكوغرافي كاردياك كتبين لنا واش القلب ضعيف وشحال ضعيف، واش ما كاينش هنا تاثير على البطينات وعلى الاذينات ديال القلب، وشحال الكميه ديال الدم اللي كتمشي في العروق، كتبين لنا بان القلب ضعيف. بالتالي كنقدروا نطلبوا مجموعه ديال التحاليل بيولوجيه في المختبر، اولا كنطلبوا لا كورونوغرافي، الراديو ديال العروق ديال القلب، باش نشوفوا واش العروق ديال القلب مخنوقينش. هادشي كلشي كيمكننا بان عندنا تشخيص ديال ضعف القلب.